افاد مراسل قناه ليبيا الحدث ان طائره استطلاع مجهوله يعتقد انها تابعه للقياده العسكريه الامريكيه في افريقيا افريكوم تجوب سماء غات لليوم الثاني على التوالي المراسل أوضح أنه على الرغم من عدم إدلاء مديرية الأمن بأي معلومات عن هوية الطائرة تشير التقديرات الأمنية إلى إمكانية حدوث ضربة جوية في مدينة غات هذا في تاتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الحدود الليبية الجزائرية انتشارا كثيفا للجيش الجزائري الذي شق مؤخرا طريقا يربط بين منطقتي تيناناكم وترت لمراقبة تحركات الجماعات الإرهابية بالمنطقة